احنا اليوم بالحصة التقدم الاشتراكي من الداعمين الاوليين لموضوع الكوتا النسائية، لانه نحن لاحظنا على مر السنين، يعني نحن بلشنا بموضوع اشراك المرأة بالعمل السياسي من ما يفوق العشر سنوات، وبال2014 اقرينا كوتا جندرية بالنظام الداخلي لمنظمة شباب التقدمي، وبلشنا بتفعيل الكوتا او ما يعرف بالكوتا توعيا داخل الحزب من خلال حجز مقاعد للمرأة في مجلس القيادة وفي المفوضيات والهيئات الإدارية بكل هرمية الحزب. فاليوم أقر الحزب التقدم الاشتراكي بال 2021 الكوتا الجندرية بكافة الأجهزة والهرمية اللي هو مسؤول عنها. لقيت هيدا الموضوع هو تتابعا مع تلاحقا لموضوع إقرار الكوتا التوعية، أدخلناها بالنظام الداخلي لتكون هي لو هي مرحلية بصورة مؤقتة، إنما ليكون في عندها الحجة القانونية المناسبة لتكون مرافقة المرحلة القادمة. نحن من أول الداعمين والمنفذين لموضوع الكوتا الجندرية، انطلاقا من التجربة اللي أثبتت على مر السنين وما يفوق العشر سنوات أنه اليوم المجتمع بعده منه جاهز بصورة كاملة لإدخال المرأة لإشراك المرأة بالعمل السياسي، وهذا منه دليل أنه المجتمع هو لازم يكون فيه توعية أكثر أو لا سمح الله المجتمع لازم يكون متحضر أكثر، لا، هذا هو نتيجة عقلية متجذرة على مر السنين لدى الرجال والنساء على السواء. فمن هون إقرار الكوتا هي أمر أساسي لتعويد الناس إنه في مرأة موجودة، والمرأة هي مثل الرجل، هي كيان، هي إنسان قادرة إنها تعطي بهيدا المجتمع بفعالية كتير كبيرة. وأكيد اليوم يعني إقرار الكوتا على مستوى البلديات المحلية هيدا أمر أساسي، لازم القانون يدرج على جدول أعمال مجلس النواب ويتم إقراره بأسرع صورة ممكنة، لأنه بدنا نبلش من الأساس، يعني لازم نبلش من مجلس النواب، بس كمان لازم نبلش من الأساس اللي هو من القرى والبلديات، لأنه هونيك كمان بتكون وجود المرأة أساسي لصنع السياسات اللي بتعنى بالمواطنين مباشرة على مستوى مشاكلهم اليومية والحلول اللي لازم بتكون عم تتحملها وتتبعها البلديات. اليوم نحن عم نفكر بطريقة شوي يمكن مقاربتها لازم تكون مختلفة، لأنه نحن اليوم ما عم نقول إنه المستجل المرأة هي أحسن من الرجل، وبالتالي رح يكون في سياسات ما شفناها من قبل، لأنه اليوم المرأة ما رح تجي تخترع شيء جديد. نحن هذا ما هذا الشيء اللي عم نقصده بموضوع الكوتا. نحن اللي عم نقوله إنه مفروض تكون المرأة موجودة بالحكم، إن كان على مستوى الدولة أو إن كان على مستوى القرية والبلدة، لأنه هي إنسان، هي كيان مثل الرجل، قادرة أن تعطي مثل الرجل. يعني اليوم هيدا المقولة ما بقى في رجال تيترشحوا، هيدا دليل عن عقلية لا تؤمن بالإنسان ولا تؤمن بالتقدمية. ونحن كحزب تقدمي الاشتراكي نحن عنا موضوع الإنسان هو اللي بياخد الحيز الأكبر، والمرأة هي بمساواة الرجل. أكيد دخول المرأة على الحياة السياسية رح يكون في له أثر، هيدا الأثر رح يكون مثل حيالة إنسان كفوق جاية على مستوى البلديات أو على المستوى النيابي، ما رح تجي المرأة تخترع الذرة، بس المرأة مفروض أنها تكون موجودة لأنه هي كيان مكون لهيدا المجتمع، وبالتالي هي من حقوقها أنها تكون مشاركة بصنع القرارات والسياسات اللي بتحكم هيدا المجتمع. بالإطار العام اليوم كسياسة متبعة لدعم المرأة بالشأن السياسي للوصول على مراكز صنع القرار،
لازم تكون هيدي مثل استراتيجية وطنية تتحمل مسؤوليتها كافة الجمعيات اللي عم تتعاطى بهذا الملف، كافة السيدات اللي هن موجودين بمواقع القرار، وكافة المرشحات على المراكز البلدية أو مراكز مجلس النيابة، لأنه هون في عنا دور نحن لازم قد ما فينا نكون شموليين بطروحاتنا، تكون اهتماماتنا هي موجهة للمجتمع كافة، نكون عم نحكي بطريقة نشمل كافة المجتمع، ما نشتغل على موضوع الصراع بين النساء والرجال، لأنه بالآخر هيدا ما بفيد لا مصلحتنا كنساء ولا المجتمع اللي نحن عم نشتغل كرمال تنميته. بالمقابل كمان على المجلس النيابي دور اللي هو التعامل بصورة جدية مع اقتراح القانون اللي توقع عليه من قبل 10 نواب، 3 منهم من اللقاء الديمقراطي، يتعامل مع الموضوع بطريقة جدية. شو يعني جدية؟ يعني يدرج الاقتراح على جدول الأعمال ويتم التصويت عليه كما هو، لأنه القانون نوقش ورجع من القانونيين وما بقى بدنا نطول فيها. يعني إذا بدنا يتاخد بحث بالمجلس النيابي ما منلحق نخلصه خلال 6 أشهر إذا الانتخابات البلدية رح تكون بأيار القادم. فهون كمان هيدي مسؤولية جدية على كافة المجلس النيابي أنه يتعاطى مع هيدا الموضوع بصورة مستعجلة لإقراره بأقرب وقت.